نجدد لكم التحية، وها هي انطلاقتنا هنا العشرين تمت بعون من الله تعالى وتوفيق شوطنا العشرين والخاص هنا بالقعدان الحجايق من أشواط هنا الإنتاج والمنتجين أرضية هذا الميدان. نسير معكم هنا بتحديات، نسير بالإثارة متابعينا الكرام، نتابع الصدارة نسناس علي بن حليس بن سعيد العفاري من ينطلق على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني شاهين سعيد بن حمد بن حريز الحرسوسي، ويأتينا الصيرمي لسعيد بن مطر بن محمد بن دحروية العامري على المركز هنا الثالث، بينما المركز الرابع ويأتينا ذيب محمد بن الدحبة بن سعيد بن زفنة العفاري من ينطلق في هذه الانطلاقة على المركز الرابع والمركز الخامس. المركز الخامس الدجور هنا المنطلق لمبارك بن خميس الشدي المنصوري من يأتينا بهذه، أو محمد بن خميس بن الشدي المنصوري من ينطلق بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل، بينما من الجانب الآخر والمنطلق هنا أيضا بانطلاقة صايب خميس بن سالم بن خميس الشامسي يأتينا بهذا الانطلاق الوصول من هناك نسناس عبد الله بن راشد بن ناصر الدرعي، وهنا على المركز السابع حرب احمد بن سالم بن عبد الله بن محمد المهيري من ياتينا بهذه الانطلاقه وهذا الاداء الشميمي شطيط بن محمد بن جبوت الخيلي منطلقا هنا تاسعا، وياتينا ايضا هنا هذا الانطلاق والاداء الجميل من تسلل بهذه الانطلاقه والاداء المميز ما شاء الله هنا، والتحديات الجميله بانطلاقات وتحديات هنا ظبيان ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضه الخيلي. اعود الى الصداره، اعود الى الصيرمي من غير على الصداره، غير على المقدمه وعلى المركز الاول، وصداره هذا الشوط لسعيد بن مطر بن محمد بن دحروي العامري من يقدم لنا الصيرمي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني يأتينا نسناس العلي بن حليس بن سعيد العفاري، وهنا صايب خميس بن سالم خميس الشامسي أيضا قادم بهذا الانطلاق. رابع مراكزنا حرب أحمد بن سالم بن عبد الله بن محمد المهيري وشاهين سالم بن الدودة بالأسود العامري، وعلى المركز السادس نسناس عبد الله بن راشد بن ناصر الدرعي، والقادم هنا ما يهاب لمكتوم بن الشيبه بن علي السبوسي من يقدم هنا على سابع المراكز بهذه الانطلاقه وبهذا الاداء الجميل. الثامن مراكزنا، المركز الثامن هو القادم بهذه الانطلاقه هنا جيرمان القادم هنا بانطلاقه محمد بن حارب بن سالم الدرعي، وايضا هنا الوصول بهذه الانطلاقة الواعي طالب بن رش من شريان بن محمد بن علي المري، ولكن الصدارة مع الصيرمي، الصيرمي بعد الكيلو متر الأخير الصيرمي المسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. الصيرمي لسعيد بن مطر بن محمد بن نحروية العامري المسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المنطلق بالمقدمة وبالصدارة وبهذا الأداء الجميل، بينما المركز الثاني القادم هنا نسناس علي بن حليس بن سعيد العفاري، وهنا شاهين سالم بدودة بالأسود العامري يأتينا ثالثا ورابعا ما يهاب لمكتوم الشيبة بن علي السبوسي والدرع سعيد بن سالم باللوتية العامري، ولكن نسناس عصاه راقدة وآمنة كما عودنا دائما وأبدا. ها هو الصيرمي على الصدارة يحمل الرقم واحد،
هو على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. الصيرمي 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 على الصدارة على المقدمة. يلا يلا يا أبو عسكور، هنا اللحظات الأخيرة. الصيرمي الصيرمي المسيطر على زمام الأمور. سعيد بن مطر بن محمد بن دحروي العامري، سلام مرغم سلام، ويا سالم يا بن حمد يا بن دري، حافظ على الصيرمي أيضا، حافظ عليه. وهذا الإنتاج المميز ولحظة وصوله إلى خط النهاية. المركز الثاني شاهين سالم بدوده بالأسود العامري. المركز الثالث أتانا هنا الواعي طالب بن شريان بن محمد المري واستسناس علي بن حليس العفاري، وخامسا ما يهاب المكتوم الشيبة بن علي السبوسي. ونعود مشاهدينا الكرام إلى انطلاقة وتحديات الصيرمي. الصيرمي يحمل الرقم واحد وأتى بالفوز وبالناموس، ولأهالي مرغم بالسلام التهنئة لدعم هذا الشعار. مطر بن محمد بن دحروي العامري، تهانينا لسعيد بن مطر بن محمد بن دحروي العامري. 6:03 من الثانية توقيت الزمني، تهانينا سلام مرغم سلام على هذا الأداء المميز. بينما المركز الثاني كان مشاهدينا الكرام شاهين قدم عرض يشكر عليه، 6:09 من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني، تهانينا والناموس لسالم الدودة بالأسود العامري. أما المركز الثالث فأتانا مشاهدينا الكرام هنا بن شريان من أتى بهذا الانطلاق والتحدي ب6:02 من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز للواعي لطالب بن شريان بن محمد بن علي المري، تهانينا للجميع.